هاد الارض متر، هاد الارض يعني جميع قطع جميع المراحل ديالها، يعني من تكوين احصاء فهمتي، حيت كاين اتفاقيه بين العماله والجماعه والغرفه والجهه والعمل غتبقى المبني والجامعه تحرير الارض، تحرر الارض هذه البقعه، الجامعه مكلفه بتحرير هذه البقعه، هي اللي اختارت هذه البقعه، والمجلس هو اللي اختار ووقع هذه البقعه اللي غيكون فيها السوق. يعني الجمعيه شنو عندها؟ عندها الاحصاء الناس اللي تهدمت لها حوام تاع السكويله، عادت الهيكله او في الايواء وفي سيدي مومن، وكاين الفراشه وكاين المعاقين وكاين المعوزين والحالات الاجتماعيه في هذا السوق. تقريبا ما يناهز 600، كاين 600 في الطبق الاول 600 في هذا السوق. ملي دارت اتفاقيه الجمعيه دار جميع بحضور الفريق العمل الاجتماعي المحلي والاقليمي، عدم توقيع الجزء الاول والثاني والثالث. الجمعيه دارت المسائل ديالها 100%، العماله دارت الله ملي دارت الجريده الرسميه لازمكم الشباب، الجريده الرسميه تحط البروجي. السلام عليكم، خاصنا الله يسهل عليك اشوف المشاهدين الكرام، رجعنا لكم في بث مباشر جديد بالضبط من بعد 8 اخرى. نزل السوق بدا يتغشغر، مره مسيدي من 100 مليون اليوم جينا لواحد الوقت في احتجاج كان معنا الباشا والقيد والتحيس من مجموعه مدير الديوان، جينا هنا فاجئ الشركه بثلاثه سكان، المنصوري عبد الخالق العائله ديال العسكري الغضيب ثلاثه، الشركه قالت لنا بهذا المكان تشهدوا الارض علينا غدا ما يمكنش، انا محدده بوقت 8 اشهر وانا مقيده ب 8 اشهر، يعني وعد السكان كيفاش غندير معاهم؟ يعني العمل غادي يدير حل. مشيت انا بحالي، مشاو واحد الفتره تجاوني هاد الناس كيتشكاو، جاتهم دعوه العماله دارت لهم دعوه، دعوه قضائيه. ملي دارت الدعوه يعني بقاو الناس واحد الخاج، ومشيت انا عند السيد العامل كاو داك الناس كيتحولوا كاريانات دوار عليهم دوار دراهم دوار عليهم، الناس زمزوهم ما بغيتوش تبرجوهم، عطوهم واحد 200 متر 300 على الارض كبيره. السلام عليكم الهيكله هنا المشاهدين الكرام، باش نقربكم من الصوره، حنا الان في واحد الارض اللي تعطات لهاد الناس هادو باش يديروا بها واحد السوق. تتبعوا الاشراف على السوق بهذا الانسان. المشاهدين الكرام جاهم واحد دار الطرف هو فيها ومعنا باقي ما خرجش الحيز التنفيذ، راه من سنوات وسنوات هما كينتظروا. اليوم دايرين هذا الوقفه احتجاجي من اجل اخراج السوق المركزي التشاركي. مع كثره جلس السكان سيدي مؤمن كنوقفوا في الافراغات، ثم عارفين الاخوان في الافراغات اللي في كاريانات ماشي في الديور حتى يستافدوا، انا كانوا جالوا بعقار كيقول لك خسر عليك 200000 مليون ورحلوا، عدد ديال الناس راه مشات للاستفاده فوق 150 افراغ وقفناه كما كتشوفوا معنا المشاهدين. سياسات العمل انا ما يمكنش ليا نجي نقول هذه اللي كانت فيها غادي تنشف اكثر من 600 حال دازت الامور استاثرت مع الناس اللي معايا كما كتشوفوا معنا قال لك ودي غير سالفه السوق لا نشربوا العيله خاصهم يسكنوا حنا نجيو نديروا حوال. إذا بينا داز المجلس الأول، جا المجلس الثاني، العامل اللي كان متابع معنا مشى، جا عامل الأخر كنراسلو لحد الآن عمره ما جاوبنا، راسل جميع الجهات من القيد لباشا العامل لجميع الجهات كنراسلهم، كيقول لك أودي داك الشيء السوق راه كاين في إطار مبادرة إلى آخره، ولكن باش دار شي حل الجلس المسير دابا رئيس الجامعة راسل ثلاثة مرات بالقول ومجهود بعد الشهود معنا في القهوة. القهوة كيودي يصير جو شي نهار هنا كياخذوا شي عيال حفرة كيحفروا في الأرض هنا كنسول ما عطاو حنا عطاني أخبار، يعني الآثار ديال الحرباء كيصوروا علاش كدير تما كتحرب هذه الأرض وأنت عارف، يعني ودي أنا تجيني على السوق تما سولت على السوق وأنا عارف ما غندير معايا والو السوق، ولكن قال لي ثلاثة المسائل، هذا رئيس جامعة يقول لي ثلاثة المسائل ما كتخلطش فيها ثلاث شناهي، قال لي أسواق عارف شحال من سوق مسدود قرب والمساجد كي هادو اللي محتاجين لهم الناس، وانتوما كمسيرين الشعب المحلات تبعوا لهم، حنا محتاجين وليداتنا ملاعب القرب، محتاجين الاسواق تفتح، محتاجين طلبات اللي دخلتي بطريقه غير مباشره للسوق، ملي جيتي كتحفر الارض عرفت الارض، وانتوما مسيرين عليها باش تسووا الوضعيه ديال هاد الناس، وتبنيو هاد الناس، وغادي تطلعوا على واش باغي دير مركب ثقافي ولا واش باغي ديروا الشق الاجتماعي، كنعرفوا على الشق الاجتماعي يسبق كل شيء، ان الناس مريبين لا حوانتا، الناس كاين معنا معاقين، كاين الاقلام مقطوعين دراعهم بحال هاد السيد هاك وليداتو ما عندهم فين ولادو، هاد السيد ها هو الدراع ديالو مقطوع، كاين عيال فيزوناته معنا، شو هاد السيد كيفاش داير الحالات ديالو، حالات شو الاخر ها في المقعد، كل واحد كيفاش الحالات ديالو، انا كنتحدى انا عارفه علاش كي
تحتاج ليا بعقاليه اخرى، كاين بعض السواق فاشله، كاين نتحداكم، كاين نساء ارامل، كاين معاقبه، عندها 4 ما كتهضرش، انا الناس عندي صوت وصوره، ومستعد المحاسبه مع اي جهه كانت، الا كان انا شوف السوق كي تعرفوا هذا السوق نقسم لكم برب العالمين، ونقسم ب 10، نقسم ب 10 الى هذا السوق انجح الاسواق غادي يكون ان شاء الله، ما فيش البرج الشكاره. اي اولا ما يكونش، انا قسمت على عاتقي برج الشكاره ما يكونش، انا بغيت مبادره كما رضا صاحب الجلاله من اسف 2005 للمساكين الفقراء، ولكن هاد الناس مكلفين بالشأن المحلي غير ذلك، المبادره كيستافدوا من الناس الاغنياء، الناس باك صاحبي ما كيستافدوش من الفقراء، وخير دليل هو هذا، انا مستعد المحاسبه، انا العامل اللي ديني الحبس اللي درت شي حاجه وما تحاسبش هاد الناس، انا نستحق نسجن اللي درت شي خرق، لحد الان ما لقاوش من شدوني. لو لقاو غادي يديروا شي حاجه، اذا هاد الناس انا كنستنزف وانا مهنا كنداء صاحب الجلاله نصره الله وشفاه ونصره، انا بغيت نداء ونداء للوالي اللي جا جديد اللي حكى عليه كما كيخرج بيدو والي زورنا وعيط علينا، انا راسلته طريق البرد للديوان واش وصل ولا ما وصلش ليه، بعد طريق البرد للديوان جات لي ورقه من فصل ولكن ما عيطوا عليا ما كيدير شي حاجه، اذا انا بغيت الوالي كما كيخدم الخدمه ديالو يجي لهاد المكان، وانا ما عرفتش من الناحيه القانونيه واش المجلس المسير الجماعه استنى على هاد الارض، انا كاين استمرار الاداره ما يقولش يا رئيس نمشي وانا مشيت، كاين استمرار الاداره، هاد الناس صوتوا صوره كاينين بريبين حوانتهم خاصهم يستافدوا، وفي الاخر ندوز نفوتوا لواحد اخر يقول لي عندك جبطارات تم اللي يسوي معايا الوضعيه نعطيك 10000 عطينا الناس 10000، انا درت مع بها كنجي عندي وكي يسوي الوضعيه وعطي الناس يسكنوا وخذ 10000 ما تاخذش 5000، يورادو يوقف باغي هنا يخلي هاد الناس هنا في الكاريان وهادو في الكاريان ويشد 5000 عاد يجري على الاخرين، انا فاهم اللعبه ديالو جا هنا فيك ناخذ 5000، انا ملي تاخذ حتى 5000 متر كيف غنجيو هاد السوق غندورو به غنديرو متاجر طايره بهاد المساله، يعني لا يعقل، وكاين اتفاقيه وخارج الميزانيه خالد نابي اللي في تماس السكن ادى 80 مليون 80 مليون، حنا صارفين 30 متر تكوين اطار الملكيه المشتركه وكذا الى اخره، درنا جميع المسائل ديالنا، ولهذا انا كناشدكم وناشد الحقوقيين وغير الحمد لله هذا شرف لي مجموعه ديال الوجوه، الحمد لله كاين الخير في البلاد ديالنا وما دا حقا ولا طالب، حنا لا يكلفنا النضال اكثر ما كثر الف، انا تجنبت انا راجل كبير مشيت نريح ومشيت ندير عمره ومشيت لمجيد، ولكن لقيت الناس ساكن رد الاعتبار ساكن سيدي مومن، اولاد سيدي مومن، ابناء سيدي مومن، ابناء حي سيدي مومن. انا باقي انا نافس ال 20 وولد ال 15، النضال 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 ما باع حق ورقه، تمشي دابا تمشي دابا المجالس الكذابه، تمشي دابا تمشي دابا المجالس الكذابه، تمشي دابا المجالس مشاهدينا الكرام كما سمعتم مشاهدينا الكرام هنا معكم مازلنا في البث المباشر من سيدي موم اللي اليوم كيعرف واحد الوقفه احتجاجيه، هاد الناس اللي كتقول بان الحقوق ديالهم تهضمات قريبوا لهم الحالات ديالهم سنوات وما كيتسناو، وهادشي كيما كتسمع المشهد هنا بسم الله الرحمن الرحيم، عدو العليمي رئيس جمعية الشباب الإسماعيلية التنمية منطقة سيدي مومن عمارة البرنوصي، هذه الوقفة جات هي كالتالي،
بالنسبه كما قلت لكم الجمعيه حامله واحد البروجي اللي هو هذا السوق، وهذا السوق دابا تقريبا ما يقرب واحد 10 سنين وزياده، اللي هو يعني كما طول يعني بجهات معينه عند السوق. هنا هذا السوق حنا بغينا كمرضى صاحب الجلاله كتشوفوا على عينكم، انا ما كنشوفوش غير السوق، عدد ديال المشاكل مقدسيدهم سيدي، محروم من جميع المسائل، محروم من الطرقات، دار الشباب فيه، نتحدى دار الشباب فيه، نتحدى مركب ثقيل فيه، هنا كدير حتى شي حاجه ما كاينه، لا جرادي كدار، جرادي كدار، ومن بعد كدوز 54 كيردوها اقامات كلها. هنا كاين لوبي عقاري، هنا لوبي عقاري في سيدي مومن، حنا بغينا شي تدخل من جهات معينه، حنا ماشي ضد المنعش العقاري، انا والله ما ضد المنعش، ضد اللوبي اللي كيحتال وفرغ الناس، فرغ الناس يفرغ منه. لهذا لازم انا كناشد جميع الحقوقيين والصحفيين ديال الجديد ورد الاعتبار لهاد الساكنه ديال سيدي مومن، جزاكم الله خيرا. هاد السوق انت تسنى شنو السنه كتسنى؟ هاد السوق دابا في 2013 2014 دار رضوان، فهمتي 2011 تاسست الجمعيه، وبعد هاد السوق تفرض عليا انا ما شلبتوش، فرض عليا كجمعيه وكفاعل جمعيه المنطقه، فرضوا عليا هاد السوق باش دار، انا ما طلبتش السوق، وملي دار كانوا غادي معايا سيد العامل السابق جزاه الله خيرا، يعني كان غادي معنا مزيان، مشى العامل كاين ناس لوبي هنا عقاري ما باغيش. واش هاد الناس كانوا عندهم محلات؟ عندهم محلات وريبوا ليهم، صوتوا صوره، عندهم محلات ريبوا ليهم قالوا غتستافدوا في طرقات، وحكم الثقه كاين اللي ما ريبش باقي الان، حكم الثقه فيا راه كاين الحانوت وتقيد عادي تسجل، كيشوف بلان صافي ريب حانوته، كاين 10 سنين ومريب حانوت، ومشى للشقه 10 مليون ودخل تريتات ما عندوش باش يخلص، كاين الارمره عندها حانوت. يعني في هذه الارض، في هذه الارض، في هذه الارض، شحال سنه دابا؟ تقريبا راه جايه واحد 10 سنوات دابا. شحال مستفيد تقريبا؟ المستفيد عندنا حنا كاين الشطر الاول والشطر الثاني، عندنا مقيدين 430، دابا الشطر اللي مقيده عندنا شي 260، الشطر الاول كاين فيه 321 حانوت، وعاد الفوق غادي نبنيو البلان مديور فيه الفوق والتحت. وقادرين نستوعبوا لهم ناس اخرين في الطرقات اللي هما كيطاهدوهم وكيجروا عليهم، فهمت، كيجروا على الناس بالطرقات شارع السوسي من حدا المارشي من حدا اللي نجيبوا معنا باش طاهدوا الناس وليداتهم. الضمانات اللي السوق يكون نموذج ما يكونش فيه فراشه وكذا، شنو الضمانات ديالهم؟ راه البلان ما غيكونش، كون بغينا اسواق نموذجيه هذه الصابه، هذه الصابه ما داخلش لداخل، الله يبنيه، هذه من برا، لا البنيه هذه، واحد الساكنه في هذا الخبز وهذا الشيء. كما سمعتم المشاهدين الكرام نحاول ان نقربوا من الصوره من هنايا، نقربوكم من الصوره المشاهدين الكرام. كما سمعتم هنايا سنوات هما كينتظروا، كان عندهم محلات، تحيي لهم المحلات ديالهم، كيتسناو انهم يستافدوا الى يومنا هذا. كتحصوا مافيا، حكمنا مافيا، سمعه ستجاد، نسمي الشعب المحلي حقوقي. اليوم حنا كنحضروا الوقفه احتجاجيه كحقوقيين وكاولاد سيدي مومن، كغيره على ولا على سيدي مومن، حنا كنحضروا لهاد الوقفه الاحتجاجيه اللي حضرنا معنا مع الجمعيه ديال الشباب الاسماعيلي للتنميه، على حقهم وعلى حق ولاد سيدي مومن. هاد الارض دارت مخصصه للناس المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصه والارامل، جا هاد رئيس الجماعه، هاد المافيوزي، هذا اللي جا باش ينهب هاد الارض، بغا يدي فيها 500 متر، باش ما بغاوش ليه. حنا راه حنا واقفين دايرين وقفه احتجاجيه باش ناخذوا حقنا من هاد رئيس الجماعه، لان هاد رئيس الجماعه جا سيدي مومن باش ينهب سيدي مومن. هنا اراضي كتباع سيدي مومن 800 درهم، هنا سيدي مومن بغا يبيعو كامل، اللي سولتيه هو كان اصلا كان في
ريش نوار اللي سولتي عليه كيقول لي فلان فلان كيقول لك لا خلاها سلعه. ها هو جا عندنا سيدي مؤمن بغى يبيع سيدي مؤمن، سيدي مؤمن كله بغى يبيع، هذا عيب وعار. احنا سيدي مؤمن كترعصوا مافيا، مقاطعه سيدي مؤمن الوحيده اللي ما عندهاش معارضه، سيدي مؤمن الوحيد اللي بالنسبه للاحياء احسن. انا خويا انا كنشوف الصلاه كنحيد 100 هنا من هذا الارض، والسيد باش هذا من هذا الارض عنده تجيه تحفيظ كل شيء ديالو، كيتسنى على مولي الارض مولي هذه الارض باش يخدموا في ولاد سيدي مؤمن، الناس ديال سيدي مؤمن الارامل والمعوزين وقوي الاحتياجات باش يخدموا. راه احنا عيب احنا مقاطعه سيدي مؤمن، انا كنتمناو امتى تسالي هذه الانتخابات حيسنا من هذه اللحظه التاريخيه والله. راه كتشوف راه كحفير وغايشد 500 متر وغايشدها باش يديرها مركز هنا. عينا هذا السيد ديال هذا رئيس مقاطعه سيدي مؤمن، راه لا اله كيبيع سيدي مؤمن، كيبيع ولاد سيدي مؤمن، كيتاجر في لحوم ديال ولاد سيدي مؤمن. دار واحد الله يحفظ ما كيسامحش الاراء ديال المواطنين، ديما هو عار سنين ما عمرنا ما شفناه. ناس مقاطعه سيدي مؤمن ما كيعرفوش هذا الرئيس ديال الجماعه، هذا كيحضرها في السهرات وليالي الملاح، كيحضرها انت يعمر جيبو صاب، يعني راه لا اله الا الله. مافيا كاين عندهم الحوار اللي كان دار مع صوت العداله بانه في القهوه ما بغاش تسنط الاراء ديال المواطنين، راك شتيتوما على عينكم كل شيء، الفيديو هذا راه وصل الطوب، راه شاف كل شيء شاف، ان رئيس الجماعه ما على بالوش مقاطعه المجتمع. احنا كنطالبوا الناس ديال تقصي الحقائق وديال المحاسبه باش يجيو يتحاصروا مع هذا المجلس ديال مقاطعه سيدي مؤمن، يشوفوا الفلوس ديال ولاد سيدي مؤمن اللي كتمشي ولمن كتعطى وفين كتصرف. احنا حاكمنا ماضي انا في مقاطعه سيدي مؤمن. غير رسمية الوالي غير رسمية، يجي يشوف منطقة ديال سيدي مؤمن في الليل ويجي يشوف منطقة سيدي مؤمن بالنهار بالبيض والكحل، ماشي بالزواق ماشي بالسميتو، بغينا نشوف المعاناة. الناس كتعاني من عند الهشاشة وعند الفقر، الناس كتعاني ماشي على المستفيدين ديال السوق، الناس كتعاني من جميع الصفات. ما كاين لا ملاعب قرب، ما كاين لا مساجد، ما كاين لا ملاعب قرب، ما كاين لا مساجد، ما كاين لا مستشفى الادمان، مركز الادمان هو الاخر ما كاينش، وساكنه سيدي مؤمن كلها كتعيش الادمان، لا شوارع لا زناقيط، فين كان الوالي؟ بغينا الوالي اللي تمنيناه بانه يجي لكازا واخيرا جا لكازا، ولكن فينا هو ما كاينش. جا دار زيارة للهضبة، رجع مرة ثانية للهضبة في جوج الليل وفي 12 الليل وشوف شنو كيوقع فيها. والحالة هي يجي زيارة غير رسمية لمنطقة سيدي مؤمن وشوف شنو كيوقع فيها. أبسط أمور ما كاينينش الحافلات باش يهزوا الناس اللي عندهم مرض السرطان باش يمشيو يداووا في 20 خش وفي ميريسكو. ما كاين والو 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 في سيدي مؤمن، غير عايشين وصافي. الحافلات كيتعطاو الجمعيات يخرجوا خارجات. كنهضر على الحافلات النقل العمومي اللي لالين ما كاينش في سيدي مؤمن، لالين ما كنهضرش على الحفلات هذيك راه بزز منهم كيرضيو. يعني هنا كاين فهمتيني بطريقه اخرى. طريقه انا كنهضر على لالين، شحال عندنا هنا السيده فيها سرطان كتطلب باش تركب، هذا عمودي نموذج، اما راه كاينين بزاف الحالات. شنو الرساله ديالك؟ الله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا تاج فوق راسنا، يا ربي ينصر الأسرة العلوية. بغينا الوالي يتدخل تدخل فوري، نداء استغاثة تدخل فوري بالنسبة لهذ الأرض اللي غتسحبها منا الجماعة، تسينات من طرف السوق وتسينات مرة ثانية الغرض جماعي. يعني جوج مرات جوج مرات تسينات، واش هادشي قانوني؟ علاش تسينات في 2015 اللي تعطاتو؟ تعطاتو السوق جميع الوثائق الرسمية كاينة. ما بغاوش يعطيونا السوق يواجهونا يقولوا لنا باش نهزو يدينا ونعرفوا اشنو كاين. ماشي مني نمشيو عند رئيس الجامعة يقول لك راه خديت منه واحد 5000 راه ما كنسينيش في المساجد وما كنسينيش في الملاعب وما كنسينيش لهذا، وعلاش غتسيني؟ كما سمعتم مشاهدينا الكرام مازلنا معكم في التغطيه بهذه الوقفه احتجاجيه من اجل اخراج السوق المركزي هنا بسيدي مؤمن
يعني كما سمعتوا الناس حيدوا المحلات ديالهم اليوم كيطلبوا انهم يستافدوا. كاينين فيهم ناس ذوي احتياجات خاصه منهم اللي مشات ليه يدو منهم بزاف ديال الناس اللي هما دراوش كما كتشوفوا على الصوره مشاهدينا الكرام. كانت رسائلهم واضحه لكم مشاهدينا الكرام للمسؤولين. غنمشيو والهضره الخاويه مشاهدينا الكرام نأتي على نهاية هذا البث المباشر. إلى اللقاء في بث مباشر جديد إن شاء الله. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.